لو اتكلمنا على الكاف، اخد راي حضرتك في طبعا احمد تقدم بورق اوراق ترشيحه للولايه الثانيه. طبعا هو ما عندوش حل تاني، الراجل عامل بالظبط زي اللي قاعد يعني في جلسه فيها مسابقه او لعب كوتشينه، ده بيرمي كارت وده بيرمي كارت، هو عارف انه لديه اثنين منافسين صحيح في صمت اذا كان هانا بريده او فوزي لقجع، فقال لك لا خلاص بقى انا يعني القي بكلمه الافتتاح واقول لهم انا نازل الانتخابات، وبالتالي يشوف مين فيهم كان عنده يعني رؤيه مش بس قدره على اتخاذ القرار، لان برضه محدش فيهم اعلن، لكن تسريبات زي تسريبات ما بيقولوا دايما يقولوا اني اقرب للترشح، فوزي لقشع دخل على الخط، اصل هي هتبقى على هامش الكونجرس في الدار البيضاء في مارس من العام المقبل ان شاء الله، فالراجل قال انا هريح واستريح او اريح واستريح، والقى بكلمه الافتتاح ان هو قادم لا محاله. هو في كل الاحوال يعني عشان ما نلخبطش الجمهور معانا، هي اللعبه كلها انفنتينو عايزه ولا لا، يعني عايز رئيس الاتحاد ولا لا، رئيس الاتحاد الدولي عايزه ولا لا، لانه كده راح مديله واحده تسريبات كورونا انه ممكن ما يجيش الفاينل، ودي طبعا يعني تقلل الرجل وليست البطوله ولا القاره. هذا تصريح قاله احمد مكتبه الاعلامي انه السيد انفنتينو يعني في اختبار كورونا قد لا ياتي للنهائي التشامبيونز ليج يعني، ودي طبعا لوحدها بتخليك تشعر بضعف يعني. فلحق يقدم اوراقه النهارده. يقدم وقال له انا موجود، عايز تيجي اهلا وسهلا. مش عايز انا قدمت رسمي خلاص. اهلا وسهلا. هي اللعبه كلها يعرف هو لديه كم يعني صوت من الاصوات في قارتنا السمراء، وفي نفس الوقت التقالات ابو ريده ولقشع وغيرهم كل واحد فيهم، انت طبعا حضرتك عارف، بس نقول لجمهورنا العظيم ان كل منهم يمثل منطقه، لا يمثل هذا الرجل المغرب ولا يمثل ذاك الرجل مصر، هم بيمثلوا مناطق بس بتبقى شرف لينا العربي المصري. أكيد. انا ابو ريده عن الزون كذا، العربي المغربي فوزي لقشع عن الزون كذا، بتبقى مشرفه انه حد من البلد دي بينال ثقه مجموعه افريقيه، وبالتالي هو كمان عايز يعرف مين منهم عنده ملاءة. انفنتينو بقى مش احمد طبيعي. عايز يعرف مين من الرجاله دي اللي يقدر لما نقول يلا انتخابات بقى فيفا يقدر يبقى معاه كتله اصوات.